معظم القائمين في على الامور في القناه زملاء واصدقاء قدام واعزاز وعشره غاليه. لكن الحقيقه بقى لي فتره، كان في فتره ما كنتش بتابعها، ما كنتش بتفرج عليها خالص. ومن فتره بسيطه كده الحقيقه الحمد لله بقى ليها، عرفت احس الاهلي اصله شخصيه طبعا. يعني الاهلي كلمه الاهلي نفسها ليها هيبه كده وليها شخصيه أكيد وليها رونق وليها مزيكا حلوه كده في ودان الاهلاويه قوي يعني. وما تستغربش بقى لما اتكلم على الاهلي كتير عشان اقول لك انا اهلاوي. لا اهلاوي يعني، بص حتى جاي لابس قميص احمر، انا ما بطلعش في اي برنامج بقميص احمر الحقيقه عشان ما يمشيش مع الشعر الابيض، بس ايه لا يمشي كله يمشي. لا لا. فطبعا القناه الحقيقه بقى صبغت عليها شخصيه الاهلي، هويه الاهلي، بقت منظمه، بقى ليها شكل، بقى ليها سيستم كان غايب لفتره يعني مش هنتكلم عليها، مش وقتها يعني. لا خليني اقول لك ان لسه كمان ان شاء الله قناه الاهلي هتكون افضل وافضل ان شاء الله خلال المراحل المقبله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. في البدايه عايزين نتكلم عن مباراه الاهلي وفوكس تيف، مباراه الاياب. النادي الاهلي خلاص تاهل بمجموعه المباراتين لنهائي دوري الابطال، وده الهدف الاساسي والاهم. رايك في المباراه ورايك في التاهل؟ دي مباراه انا مسميها مباراه حرق الدم بصراحه. يعني مش عايز اقول لك اعصابنا كانت عامله ازاي وجسمنا ساب ازاي كذا مره في الماتش. بيقول لك ايه الاهلاويه اللي بجد، يعني انا دايما اقول ايه، في اهلاويه بجد وحق حقيقي اللي هم بقى ايه الاهلي بيجري في شرايينهم بجد بحق وحقيقي يعني. دايما ما بيخافوش على الاهلي، وكنا خدنا كام سنه كده من فتره في السنين اللي فاتت دي. انا اتكلم عن نفسي وعن الاهلاويه اللي بحق حقيقي واللي هم الاهلي جواهم وبيحسوا بيه. كنا نقول ايه الدقيقه 94 وصفر صفر، وابقى انا قاعد واثق وفاضل مثلا 40 ثانيه، والله مش بكذب، ببقى واثق وحاطط في بطني بطيخه صيفي ان الاهلي هيجيب جون، وسبحان الله 3 4 ثواني عماد متعب يلطش كوره، مش عارف وليد سليمان يعمل ايه اللي كده. فالاهلي دايما جمهوره الحقيقي والاهلاويه اللي بجد بيبقى عندهم ثقه عمياء فيه. تمام. ف لو احنا بنتفرج على ماتش وفاق الصيف، طبعا هناك الملعب شكله يرعب، ولو ان صعب طبعا. ولو ان لعيبه الاهلي مش يعني مش غريب عليهم الكلام ده كله، لعبوا في اجواء اكثر رعبا طبعا. واكثر قوه واكثر سخونه وحاجات كده. والجمهور بتاع الصيف هناك، انا عايز اقول لك حاجه بس بسرعه كده اتفضل. يعني في وسط الدردشه، انا ليا بنتي ليها صديقه جزائريه من الصيف، فقبل الاهلي ما يروح يلعب هناك بيومين، فميادة بتقول لي ده هدى صديقتي الجزائريه من الصيف والاهلي راح يلعب عندهم، فبتقول لي احنا هنذبحهم. فقلت لها لا مش، قالت لي لا مش هنذبحهم، هنذبحهم يعني احنا هنكسر الاهلي هنغلبه بتاع. فالمهم قلت لها طب ردي عليها على الواتس كده قولي لها بابا بيقول لك هقو 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 ومش هتشوفوا كده يعني، واخد بالك؟ طيب. هناك الجمهور طبعا بيعشق فرقته، فرقه الصيف فرقه محترمه جدا، ولكن كارتيرون الحقيقه، بص احنا الاهلي دلوقتي مسمينه نادي المستشفى. يعني 17 18 مش الدرجات يعني، لا اصابات كتير، اصابات وارد، ده وارد في اي فريق في العالم ان انت يكون عندك الكم ده من الاصابات. لكن هو خليني بس اقول لحضرتك ان قبل المباراه على طول انت ما كانش عندك اصابات غير علي معلول واجايين، دول اصاباتهم كده كده طويله تمام. لكن فيما عدا ذلك الاصابات اللي كانت موجوده كلهم كانوا جاهزين، عندك سعد سمير شارك، عندك عمرو السوليه شارك، حسام عاشور برده شارك في المباراه، كان جاهز كمان صلاح محسن على دكه البدلاء. فيعني ما فيش جميل. دول اللي سندوا الفرقه بقى، تخيل بقى ان انت لو معاك اجاي كانت هتفرق. لكن ده قدر، ده بعدين لسه وارد يعني. لسه بدردش من شويه مع حد من الزملاء هنا فبقول له سبحان الله الاهلي ما بيقعش خالص. بمعنى ان كل كام سنه كده يقعد لعيب 3 4 سنين 5 سنين 6 7 زي ما يطلعوا، هو رمانه الميزان بتاعه الفرقه، هو اللي بيربط الفرقه، هو المتحكم بالظبط، هو اللي احنا بنسميه ايه الجوكر. فكان عندنا طبعا من زمان كان خالد جد الله، وبعدين بقى وقبليه الله يرحمه يحسن اليه حبيبي صفوت عبد الحليم، ومحسن صالح، مجدي عبد الغني، في مجموعات كده كانت تحس ان ده جوكر الفرقه، هو ده المسمار بتاع الفرقه. عبد الله السعيد يعتبر كان اخر واحد، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعوضنا بوليد سليمان. وليد سليمان النهارده الله اكبر، ربنا يحفظه يا رب ويحميه من اي اصابات ومن اي حاجه وحشه، الله اكبر. شوف سنه قد ايه وشوف وليد بيلاعب الفرقه ازاي، وبسم الله ما شاء الله من المنطقه للمنطقه
يعني شوف في لعيبه ثانيه ما بتبقاش عندها المجهود ده وهم اصغر منه سنا. فالاهلي الحقيقه الماتش بتاع وفاء الصيف وفاق الصيف اللي فات ده، عشان اقول لك رغم ان الهزيمه 2-1 ربنا كرمنا اولا بجون وليد سليمان، ربنا كرمنا ثانيا ان الاهلي في اخر 20 دقيقه 25 او طبعا الشوط الثاني مضغوط على طول خلاص، لان الفرقه بقى خلاص طبيعي نازله اعصابها بايظه اتجننوا بيلعبوا كره بجنون بقى خلاص عايزين يكسبوا باي طريقه بالزبط. وعارفين ان هم لحد 3-1 خلاص الاهلي يكسب واخد بالك، فدي برده مجنناهم حتى لو جابوا الثالث برضه الاهلي كسبان. ولكن الاهلي من الصعب ان يخش فيه في ثلث ساعه او في 15 دقيقه او حاجه ونين. اللعيبه الحقيقه اثبتوا ان هم رجاله بجد. وعايز اقول لك بقى الناس بتقعد تقول لك روح الفانيلا والناس كتير مش فاهمه او فاهمه ان موضوع روح الفانيلا ده شعارات وبنقولها لا 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 لا، فانيلة الاهلي دي ليها حب غريب في القلب زيها زي حب البلد كده، زي ما انت بتحب بلدك كده طبعا وبننتمي لمصر وبنحب مصر، احنا منتمين كاهلاويه للاهلي وبنحب الاهلي واثقين في الفرقه انها تحت اي ظرف من الظروف مش هتخسر. والبطوله ضاعت مننا السنه اللي فاتت لظروف مش هنتكلم فيها برضو. كل الاهلاويه عارفينها. السنه دي ان شاء الله الاهلي مصمم. وعايز اقول لك بقى ان رغم ان فرقه الترجي فرقه بلغه الكوره رزله وفرقه جديده بره ارضها، على جوه ارضها ممكن الاهلي بيبقى كعبه عالي عليها شويه يعني، لكن بس يعني التفاؤل بالموضوع ده انا مش بزود في التفاؤل، لا انا بحكي لك حاجات سابقه يعني السوابق زي ما احنا بنقول بالزبط. فان شاء الله ان شاء الله الاهلي يا رب يفرح جمهوره بالنجمه الايه التاسعه ان شاء الله تمام زي ما احنا كده بنعد صح كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. معلش يا امير انا اسف، خد راحتك اتفضل. عندي بقى نقطه في ماتش الترجي ايا ما كان الملعب اللي هيتلعب فيه. بقى لنا يومين ثلاثه الحقيقه سامعين نغمه لطيفه جدا بين الجمهور، جماهير من الزمالك بتروح، في جماهير من الاتحاد السكندري بتروح، في جماهير من الاسماعيلي بتروح. صدقني بقى في روح طيبه قوي بين الجماهير المصريه كلها الاهلاويه والزملكاويه. خلاص وقت الفتنه والكلام الهلس والفاضي اللي كان بيحصل ان ناس اعلام رياضي بقى او غير اعلام رياضي او اي اتجاهات تانية كانت بتلعب في العلاقه بين الجماهير الانديه، كانت الدنيا تولع على السوشيال ميديا والكلام ده. النهارده حقيقي بلاحظ ان في بعض جمهور الانديه التانية بتساند الاهلي، جمهور الاهلي لما الزمالك كان بيلعب في بطولات افريقيا او في البطوله العربيه او حاجه بيساند، الاتحاد السكندري يا راجل اللي هو بيلعب في البطوله العربيه الاهلاويه كانوا بيشجعوه طبعا. المصري لحد امبارح هو الاهلاويه بشكل عام بيحبوا الاتحاد السكندري قوي والمصري لحد امبارح لما تتفرج مثلا ايه لما تتفرج على قهوه كده في المعادي الاهلاويه على الزملكاويه على كله قاعد كلنا بنشجع المصري وبقينا زعلانين واخد بالك. فاللي اقصده حاجه ان الماتش الترجي اللي جاي يا رب يكون اكيد هيكون في مسانده من كل الجماهير المصريه بشكل عام وده طبيعي يعني، يعني دي انت بتلعب نهائي افريقيا بطوله هي بطوله افريقيا دي الكاس بيروح للدولاب بتاع النادي الاهلي ولكن في الاخر بيبقى مصر أكيد. انت عارف اي فرقه مصريه بتلعب زي المصري امبارح بيلعب باسم مصر، الاسماعيلي لما بيلعب مش عارف ايه الاتحاد السكندري المصري اي مكان يعني. فيا رب ان شاء الله نشوف جماهير مختلفه بجوار جماهير الاهلي، ويا رب الاستاد اللي هيتلعب فيه الماتش ولحد دلوقتي اعتقد ان برج العرب يعني يفتحوه بقى زي يوم ماتش الكونغو اللي انا حضرته هناك انا وبنتي بتاع صعودنا لكاس العالم، وكانت حاجه تفرح بصراحه. تمام ان شاء الله اكيد النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، لكن مباراه الترجي اكيد هتبقى مباراه صعبه جدا طبعا، سواء المباراه هنا اللي في مصر او مباراه العوده في رادس. مطلوب ايه من النادي الاهلي في المباراه دي بالتحديد؟ هنخش طبعا نتكلم عن الوصل وكده، المباراه القادمه للنادي الاهلي ومباراه اكيد مهمه في البطوله العربيه، لكن يعني عشان نغلق الملف الافريقي مباراه الترجي، المطلوب من لعيبه النادي الاهلي، المطلوب من الجهاز الفني، هم خلاص اكيد مدركين اهميه هذا اللقب بالنسبه للجمهور. تمام. الكارتيرون عاش في مصر شويه ودرب دجله ودرب اعتقد سموحه شويه وطبعا كان عارف يعني مدربش سموحه، لا هو درب وادي دجله بس في مصر. دجله يبقى كان في حد تاني اللي راح بقى سموحه يمكن من الاجانب معرفش. سموحه ده مدربين كتير اجانب لكن كارتيرون ما مسكش، لا سموحه هو وادي دجله بس. كارتيرون عارف يعني ايه الاهلي ولما اتعرض عليه الكلام اتضح ان هو كان عنده رغبه انه فعلا كان طبعًا. نفسه وامنيته انه يجي يدرب الاهلي زيه زي اي مدرب محترف بشكل صحيح يعني. فهو فاهم الاهلي كويس وجي يدرب الفرقه. بيعجبني في حاجه الحقيقه، هادي مش من المدربين المنفعلين، وواضح انه عامل كيمياء لطيفه جدا جدا بينه وبين اللعيبه وحاله نفسيه سليمه وصحيحه. علاقته بالجهاز الفني
محمد يوسف ومصطفى كمال وبقيه الجهاز الفني اللي هو اللي نقول الكروي والطبي طبعا. علاقه طيبه جدا. هو ادرى واحد هو وجهازه بالترجي، وهو ادرى واحد مش جمهور ولا نقاد ولا مذيعين ولا برامج ولا اي حاجه. لاني انا بصراحه بيضايقني حاجه، قاعدين دلوقتي يقول لك ايه، طب ما يلعب وليد سليمان في الشمال وينزل بحمودي مكان مش عارف مين ويجيبها محمد هاني. يا اخي انت احنا مالنا، احنا ومال الكلام ده؟ لا بس برضه بيبقى اكيد وجهات نظر فنيه من ناس. لا 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 بص انا معلش عن نفسي، لا انا عن نفسي لا سيبك من الخبرات معلش، اصلي هو ادرى واحد دايما اكيد بيكون المدير الفني، لكن طبعا بيبقى في تحليلات قبل المباريات وبعد المباريات. التحليل ده على عيني وراسي واخد بالك، لكن انت ما تتكلمش في الفرقه كفرقه، في مدير فني وفي طقم معاه، هم اللي عارفين ظروف الفرقه ايه وهم اللي عايشين معاهم مش احنا، واخد بالك. فهو الراجل الحقيقه ادرى، واعتقد انه هنا في مصر مينيمم على الاقل يا رب ان شاء الله 3-0 يا رب ان شاء الله. ولسه قبل الهوا احنا بنتكلم قلت لي على نقطه برضو مهمه جدا، ان شاء الله ما يجيش فينا جون. يعني طبعا الجون هنا هيضايقنا هناك، انما انت طول ما انت كسبان 1-0 2-0 3-0 بالفرض عقدت معاك وعربت مع الكره اصلها الكره برضه، حتى لو تعادلت المهم ما يجيش في الجون، يعني ما يبقاش في الجون بالزبط. لا وما تتعادلش ايجابي، احنا يعني هنا عايزين 0-0 وهناك انت بتقدر، لان احنا بصراحه الاهلي عنده حاجه برضه يمكن مش موجوده في معظم الفرق. ايه هي؟ بره ملعبه او بره البلد، مش بره ملعبه، بره البلد تحس يا اخي باللفظ الشياطين الحمر. فعلا بتلاقي شياطين حمر في الملعب، لعيبه بتاكل النجيله، لعيبه بتقدر توجه بعض، تحس ان خطه المدرب بتنفذ مظبوط، واخد بالك. فربنا بيكرمنا بالنتيجه، واخد بالك. ماتش هنا صعب ما بنقولش لا، لان فرقه الترجي فرقه من احسن الفرق الافريقيه طبعا. هناك على ملعبهم هيبقى شيء تاني خالص عشان الجمهور كمان يعني هنا. وعلى فكره على ما اعتقد كده الترجي بيجي من عامل هناك جمهور، يعني انت عارف طبعا هيجي اكيد بتلاقي جمهور كمان شويه كتير، ما بيجيش مثلا 20 50 واحد. لا ده احنا بنلاقي مثلا مدرج كامل موجود، يعني لان هم زي حالتنا هنا الاهلاويه مجانين كوره بالاهلي، فهم هناك برضو جمهورهم مجانين كوره بالفرقه بتاعتهم. طبعا مباراه الاهلي والترجي 2012 مباراه كانت تاريخيه يعني. طبعا دي يعني كنا هنا تعادلنا 1-1 في استاد برج العرب، وهناك النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بنتيجه 2-1 هدفي محمد ناجي جدو ووليد سليمان كمان في المباراه دي. ايوه فطبعا المباراه دي ما حدش ينساها، كان يعني المباراه دي يمكن اكيد كل الاهلاويه فاكرينها كويس، بس كان نجم المباراه مين لو تفتكر؟ حسام غالي. لا حسام ده حسام غالي عمل المباراه دي بصراحه يعني كان عالمي في الماتش. امبارح كان في برنامج هنا على القناه بتفرج عليه بالليل وجابوا لقطه كده لحسام غالي وهو بيستلم كاس الكاس بتاع افريقيا. انا مش عايز اقول لك اصل انا دمعتي البطوله دي دمعتي قريبه على ال لا هو واضح ان انا بتكلم مع واحد اهلاوي جامد قوي يعني. فامبارح عينيا اتحبست وانا شايف حسام، لاني قلت له يا ابني الملاعب مش هتجيب واحد زي ثاني خالص. لا لا لا, لا حاجه يعني. حاجه من فلاتات الزمن كده انت عارف يعني، من الديفندرات والهاف باكات اللي مصر فعلا خسرتها، وهو طبعا ربنا يكرمه في المجال اللي هو بيشتغل فيه. تمام. لكن ان شاء الله احساسي الشخصي ان شاء الله الاهلي عنده تصميم المره دي، لان الجيل اللي بيلعب دلوقتي ده خلاص يعني وليد سليمان احمد فتحي خليني اقول لحضرتك ان الاهلي عنده دائما التصميم على الفوز بالبطوله، ده شيء طبيعي جدا. لكن المره دي هتكون اصعب. ليه بقى؟ لان الترجي التونسي يعني ما بيتاهلش كتير للنهائي زي الاهلي. اخر مره تاهل للنهائي كان 2012 والاهلي قدر انه يفوز عليه، اللي هي اللقطات اللي احنا شايفينها دلوقتي. من ساعتها ما تاهلوش للنهائي غير السنه دي، هو امام النادي الاهلي ايضا. فبالتالي هيكون الموضوع بالنسبه لهم فيه اصرار كبير جدا ان هم مش كل مره الاهلي يفوز عليهم، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق كمان في المباراه دي ويقدر ان هو كالعاده يفوز على الترجي باذن الله يعني. وكمان احنا السنه دي كاسبينهم كمان في الرادس 1-0 بهدف ازارو لو نفتكر في الدور المجموعات. بالظبط بالظبط. عشان كده انا بقول لك احنا عندنا ثقه دايما في فرقتنا، وان هم مقدرين المسؤوليه، واعتقد التجهيزات والاعدادات اللي هيعملها كارتيرون والجهاز الفني اكيد هتبقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب تفرحنا وتجيب لنا نتيجه كويسه يا رب هنا وهناك يا رب ان شاء الله. بما ان حضرتك طبعا يعني واضح جدا ان انت اهلاوي جامد قوي يعني بصراحه، مطلوب ايه من جمهور النادي الاهلي اللي هيحضر المباراه ان شاء الله يوم 2 من الغد دلوقتي زي ما قلنا في برج العرب؟ يا مطلوب ان شاء الله عدد يكون 50 او 60 الف متفرج، اكيد هيكون ليهم دور كبير جدا ان شاء الله. هقول لك على حاجه في بالي دلوقتي وانت بتقول كلمه جمهور. امبارح كنا بنتفرج على ليفربول وفريق النجم الاحمر
شوف قبل واللعيبه بتسخن بتاعه ليفربول الكاميرا المخرج بيقطع على في الانفيلد الملعب الانفيلد بتاع الملعب بتاع ليفربول. في دايما في الماتشات بتاع ليفربول في الملعب بتاعهم لا ده النشيد انا هكلمك عليه ده موضوع تاني. في ست انجليزيه ليفربوليه خلاص بالفلاحي بقى كده مليانه قوي وطبعا هم الانجليز بيض مش محتاج اقول بيضه قوي ومتختخه كده شكلها لطيف جدا واضح انها كبيره في السن ماسكه كوفيه عليها الشعار بتاعهم اللي هو يو ويل نيفر ووك الون وبيغنوا نفسي جمهور الاهلي جمهور الاهلي 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 اللي بجد اللي بيعشق الفرقه وبيروح وراها اخر الكره الارضيه. من هنا ليوم 2 نوفمبر ان شاء الله يعملوا اغنيه من زي مثلا ايه فريق عظيم فريق النادي الاهلي عنده او الجمهور عنده اناشيد كتيره جدا. لا عايزين حاجه جديده بقى للبطوله الافريقيه في اربع خمس كلمات زي جمهور ليفربول كده. طيب مطلوب ايه؟ وده يبقى ان النشيد الوطني بتاع الاهلي او النشيد الرسمي بتاع الاهلي الحقيقه. على فكره النادي الاهلي بيتذاع كتير في القناه عندنا هنا يعني ده كتير ده في اغاني كتير ده الواحد لا وفي نشيد بالتحديد بس مش فاكر اسمه ايه بالظبط بس في حاجه مخصوصه للنادي الاهلي اللي هي انت دايما دايما للامام يعني ايا كان الجمهور اللي هيحضر ان شاء الله المباراه دي مطلوب منه ايه وخصوصا ان هي خلاص بنلعب في النهائي يعني ال 90 دقيقه ممنوع التوقف عن التشجيع وهم ما بيتبصوش الحقيقه لان انت عارف دلوقتي من ساعه طبعا المشاكل اللي كانت بتحصل في المدرجات والحاجات الناس الكبار اللي غاويين يروحوا الاستاد كانوا زي حالاتي كده وكويره وبيحبوا الكوره وبيحبوا النادي كانوا دايما يروحوا الاستاد. في ناس كتيره جدا عزفت عن انها تروح الاستاد لما الحياه هديت الحمد لله الفتره اللي فاتت جمهور رجع وبقينا مبسوطين جدا ان الملاعب فيها بالالاف ما بقاش بقى 500 و5000 لا الحمد لله والدنيا هاديه والدنيا بالزبط. امن وزي الفل خلاص. اولا في اسر كتير هتروح حتى لو في برج العرب واخد بالك. التشجيع بتاع الجمهور ده طبعا نمره واحد. مش هنوصي لان هم خلاص دلوقتي انا عارف ان الجمهور الاهلي بيشوف القناه طبعا 24 ساعه مش محتاجين دلوقتي ان احنا نوصي ممنوع اي حاجه خارجه يا رب ان شاء الله منديل كلينكس ما يترميش في الهواء حتى ده كلام هو الاهم دايما ان شاء الله ان احنا نشجع الفريق ومباراه مهمه اكيد زي طبعا عايز اتطرق برضو لمقال مهم جدا حضرتك كتبته في الجمهوريه اول امبارح وهو رمز حقيقي للشباب والاهلي وبرزنتيشن جون عايزين نعلق على الكلام اللي حضرتك كاتبه في المقال ده ويعني قول لنا المقال كان عباره عن هو رمز حقيقي للشباب ده كنت اقصد بيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تمام هو صغير في السن اعتقد 52 سنه فانا الحقيقه يوم الاثنين اللي قبل اللي فات الاسبوع اللي فات يعني فوجئت بانه عمل جوله في المنصوره 12 ساعه من 8 الصبح ل 8 بالليل على رجله تمام خلاص وهو ماشي هيروح يزور مستشفى ففجاه يلاقيهم ايه يلاقي نفسه قدام مدرسه مش محطوطه في جدول الزياره فقال لهم لو سمحتوا وقفوا ويخش المدرسه اللي هي الحاجات المفاجاه بقى اللي احنا بنقول عليها فدوخ الناس اللي معاه دي حاجه طلع من المنصوره راح على دمياط فجاه دمياط ما حدش عارف انه راح دمياط برضه ولا الدنيا تعرف ودخل على مدينه الاساس المهم عمل جوله يومين ثلاثه ورا بعض في المنصوره ودمياط فانا قلت للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي شوف لما انت بتركز على الشباب ومركز على الشباب قوي في جميع المجالات جبت لنا رئيس وزاره عنده 52 سنه يعني لسه في ريعان الشباب هنقول بالزبط. واخد بالك فشوف بيقدر يتحرك ويعمل ازاي ويقدر يعمل الجولات اللي عايزها لصالح البلد. الجزء الثاني بتاع الاهلي برزنتيشن جون قول لي بقى بص يا سيدي الاهلي نادي القرن غصب عن اي حد في الدنيا لا هو مش غصب عن اي حد ولا حاجه وبالارقام بقول لك يا امير الأهلي. امير بص معلش ثواني بس هوجه عشان احنا اكيد بنحترم كل الناس ونحترم كل لا احنا بنحترم لا بالزبط. احنا مش لكن انا قصدي ايه قصدي ان بالارقام بالنقط اللي النادي الاهلي خدها في الافريقيه خلي بالك عشان لو طلعت معاك بعد كده البرنامج تبقى عارفني كويس اتفضل انا بقول الحاجه اللي ما فيهاش خروج خالص عن لا انا عارف انا ما قلتش حاجه انا قصدي ان احنا بالارقام كده كده نادي القرن رغم انف اي حد بلاش غصب يا سيدي عن حد حلوه دي ماشي بس برضه الاهلي بالارقام هنا كل حاجه بكل شيء ما هو نادي القرن ده مش جاي كده من الهوا ولا اتدفع فيه فلوس ولا جت كده مجامله ولا عشان خاطر عينين الاهلي لا ده عشان هو الاهلي خلاص زي ما الاهلي ده طبعا لقطات من توقيع عقد الرعايه التاريخي ما بين النادي الاهلي وبرزنتيشن 520 مليون جنيه على مدار اربع سنوات ولقطات مميزه جدا بصراحه من سواء كابتن محمود الخطيب او الراجل طبعا السيد محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن بمناسبه نادي القرن اللي بدات بيه الكلام توقيع عقد الاهلي انا مسميه جون القرن
جون القرن ده هدف القرن لسبب. ليه بقى؟ لسبب. في الوقت اللي الاهلي كانت الناس فاكره فيه انه بقى الرعايات القديمه مشيت والناس سحبت وناس عملت وناس بتاع، ان الاهلي خلاص بقى يا عيني بقى مهيض الجناح وتعبان وضعيف ومش هيلاقي. لا 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 لا, لا. لازم كل الناس اللي مش فاهم في ناس كتير فاهمه طبعا. لكن اللي مش فاهم يفهم ان ده الاهلي ده كيان 117 100 من 2007 ل 18 111 سنه ده اسمه الاهلي خلاص، لم يهتز مره في تاريخه خلاص. لما يجي برزنتيشن تخش في منافسه مع اكتر من شركه وتفوز بهذا العقد، اولا برزنتيشن هتكلم عليها. فالاهلي حط جون بصراحه نفسي اقول بقى ايه من الاجوان بقى بتاعت الخطيب بتاعت زمان بقى اللي كان بيخلينا نشد في شعرينا في الاستاد واللي يخلينا نضرب في الحيطه بايدينا من الحلاوه. الاجوان الاجوان اللي كانت في الثمانيات والباكورد والحاجات اللي كان بيرقص فيها بالثلاث اربع. لا 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 لا، جون متعه متعه. ده جون جديد من اجوان الخطيب، انا اطلقت عليه جون القرن الحقيقه. طبعا. الصفقه دي خلاص. الاهلي عمر ما حد يكسر مناخيره، ده اللي انا كاتبه في المقال على فكره. عمر ما حد يجيب وشه الارض، عمره ما حد يكسر عينه بحاجه، عمره ما حد يركبه، لان ده مؤسسه. والكلمه اللي جايه دي نحط 20 خط، وطنيه. طبعا. الاهلي مؤسسه وطنيه. نحط تحتيها 20 خط خلاص. لما يجي الاهلي يبقى مؤسسه وطنيه وماشي بكل النجاح ده على مستوى مجالس اداراته السابقه من يوم ربنا خلقه على وش الارض لحد النهارده، وتيجي مجموعه اعلام المصريين اللي هي النهارده رقم واحد في المؤسسات الاعلاميه على مستوى الشرق الاوسط، دي حقيقه مش بنجامل حد عشان عايزين منه حاجه طبعا، واخد بالك؟ وتخش بشركه برزنتيشن اللي هي بتتبعها في مناقصه، والمناقصه زي ما محمد كامل رئيس مجلس اداره الشركه قال احنا دخلنا في حرب، والكابتن الخطيب قعد رقصنا شمال ويمين لحد 8:30 بالليل واخد بالك، وما كانوش عارفين ان هم هيفوزوا الا لما بلغوهم واخد بالك. دي شركه وطنيه برزنتيشن مع مجموعه اعلام المصريين، دي برضو احدى المؤسسات الوطنيه الاعلاميه الوطنيه جدا في البلد. النهارده بقى معاهم مجموعه قنوات خلاص. تحس ان القنوات اللي خدوها او اللي اشتروها او اللي ده مش بيشتروا يا ربي، بيخشوا فيها شيرنج مشاركه خلاص بنسبه 51% 49 زي ما بيكون، انا ما اعرفش الاتفاق بتبقى ايه. تحس ان سبحان الله في خلال اسبوع 10 ايام شكل الشاشه اللي بيخشوا فيها بتتشقلب وتتغير للاحسن وللافضل، وتحس ان الدنيا كلها ماشيه لصالح البلد وبتخدم البلد واخد بالك. لما يجي محمد كامل يبوس دماغ انا عايز اتكلم بس في تحديد في اللقطه دي. ايه اللي يضايق يعني؟ ايه اللي يضايق ان الراجل، لا لا لا، بس دي واحده. الراجل دلوقتي السيد محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن بيعبر عن مشاعره، الراجل اهلاوي وفي نفس الوقت الشركه او مجلس اداره شركه برزنتيشن فيه راجل مهم جدا زملكاوي هو الاستاذ طبعا عمرو وهب. تمام. ايه اللي يضايق لما الراجل يكون بيعبر عن مشاعره سواء بالبكاء او بان هو يبوس دماغ الراجل رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، او ان هو يعبر ويقول ان انا اهلاوي؟ ايه اللي يضايق في كده يعني؟ ايه اللي يخلي الناس تبقى مغلوله قوي متضايقه بالشكل اللي احنا شفناه ده الفتره مؤخرا يعني بعد توقيع العقد؟ سلام. اصحاب القلوب السوداء اللي قلبه اسود اللي مش عارف ينجح زي الخطيب ولا زي الاهلي. يعني ما تبصش في اللي في ايد غيرك، حاول تبقى زيه. ايه المشكله؟ النهارده هكلمك يعني بقى هكلمك في جزئيه. يعني النادي الاهلي عمل حاجه كبيره جدا، اتعاقد كمان مع شركه كبيره جدا مبلغ تاريخي في عقد الرعايه. ايه المشكله ما تحاول تبقى زي النادي الاهلي؟ يعني مش عيب، ما فيهاش اي لا حاجه. لا لا لا، بص اللي محمد كامل عمله ده مع الخطيب، طبعا انا بقول الخطيب من غير كابتن وبتاع، لان الخطيب ده علم من الاعلام. تمام. والاعلام لا تعرف يعني. أكيد. ومحمد كامل طبعا ده بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه يا رب ويكرمه وينجح اكتر واكتر. شخصية ممتازة جدا بصراحة. جدا جدا. وانا سعادتي البالغة ان انا عرفت ان هو اهلاوي. يعني انا اللي فرحني اكتر كمان ان عرفت ان محمد كامل اهلاوي، لانه لما يتكلم على الاهلي بالشكل ده انا بموت في اي حد يحب الاهلي بجد. مش تايواني زي ما انا كاتب كده في المقال، انه اهلاوي طلع اهلاوي بجد مش تايواني يعني زي الناس اللي طلعت تايوانية يعني. خلاص. بص يا سيدي، ربنا يديله الصحة يا رب يا رب يا رب والعافية والعمر، ونشوف معاه اسعد الايام. كابتن الخطيب النهارده عنده 63 داخل في 64 سنه. محمد كامل حاجه و40. يعني الخطيب يعتبر مش عايز اقول في مقام والده عشان ما يبقاش بكبره قوي، في مقام اخوه الكبير خلاص. يا بيه
البلد دي ليها رمز. واحنا اتربينا الجيل بتاعنا ده اتربى على ان لازم يبقى لك كبير. طبعا احنا كبير الاهلاويه مين؟ محمود الخطيب النهارده خلاص، وهو كان في الملعب كان كابتن، كان هو كبير الفرقه وهو كبير الاهلاويه عندنا. كابتن صالح الله يرحمه يحسن اليه يا رب، الله يرحمه يحسن اليه، الفريق مرتجى الله يرحمه، كابتن عبده صالح الوحش، هنقعد نعد اسامي من هنا للسنه الجايه. فانت ليك كبير محمد كامل راجل اهلاوي، والخطيب هو كبير العائله الاهلاويه. لما اجي ابوس دماغه، ده انا ببوس دماغ ابويا، دماغ اخويا الكبير، فرحا وانتماء وتعبيرا عن اني قد ايه بموت في الراجل ده وقد ايه بحب الكيان ده. كمان بخلاف كمان كابتن محمود الخطيب، هو الراجل حقق حلم من احلام حياته، ايه المشكله؟ ومدى فرحته انه فاز بالعقد ده. بالظبط، ما انا بقول انت واخد بالك. تعالى بقى للقطه كمان، انا هقول لك على حاجه، انا يعني قبل انتخابات الخطيب الانتخابات الاهلي الاخرانيه دي بيومين ثلاثه، مش عارف حد من الزملاء كده بيعاكسني في الشغل بتاع مش عارف بيقول ايه، قلت له لا انت فاهم، انا لو شفت محمود، لا يا ربي، بعد ما نجح بشويه وبدا يشتغل، قلت له انا النهارده، وعلى فكره الكابتن الخطيب عرفني كويس جدا، لو قابلت الخطيب في اي حته انا هوطي ابوس ايده، ده مش عيب، مع ان الفرق السني بيني وبينه مش كبير قوي يعني، مش 20 سنه مثلا، لكن لا، في رمز، في انت تحبه، اما الواحد يشوف ابوه يبوس ايده طبعا، يحب اخوه الكبير يبوس دماغه، فاهم؟ تعالى بقى للقطه الاجمل والاحلى مع محمد كامل، لما غير انه بس دماغ الخطيب، لما خد الفانيلا بتاعت الاهلي، انت عارف مثلا واحنا قاعدين ان انا وانت دلوقتي لو لقينا لقمه عيش دي نعمه طبعا، فممكن نشيلها على الارض بنعمل فيها ايه؟ بنبصها ونحطها على قورتنا. محمد كامل خد فانيله الاهلي عمل بيها كده وراح بايسها وراح حاططها على قورته، اعتبر ان فانيله الاهلي دي من النعم بتاعت ربنا. زي ما انا كاتب في المقال ان الحمد لله ان ربنا جاء خلقني اهلاوي او اتولدت اهلاوي، يقوم واحد زملكاوي لا صاحبي وحبيبي طبعا عشره عمر يقول لي ايه؟ هو ده مش حرام؟ قلت له ليه يا اخي؟ هو انا بقول الحمد لله ان انا ربنا خلقني حاجه وحشه؟ الحمد لله ان انا طلعت اهلاوي. انت ايه اللي ضايقك في كده؟ هو كل واحد بيفتخر بانتمائه للنادي اللي بيشجعه، ده شيء طبيعي جدا خروج. يعني احنا عمرنا ما بنخرج ولا عمرنا بنقول. انت عارف المشاكل اللي مرت بالنادي الفتره اللي فاتت دي، انا كنت بكتب في المشاكل دي، بس كنت بكتب بمنتهى الالتزام والحساسيه والاحترام، وكلامي والله يا امير ما بكذب عليك كان موزون بميزان ذهب. طبعا لسبب، انا ما ينفعش اكتب مقال وحد يمسك عليا حاجه ان انت عشان بتحب بالزبط الاهلي ومتضايق عشان المشاكل بتاعته والاطراف الثانيه اللي كان فيه مشاكل معاها، ان احنا مثلا نلبخ زي السوشيال ميديا، في ناس كتير جدا لبخت وخرجت عن الادب بشكل ضايقني، واخد بالك؟ في نفس الوقت للاهلي، ده الاهلي ده الكبير، فالكبير عمره ما يغلط وعمره ما يرد، الاهلي طول عمره ما بيرد على اي حد خالص. هي 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 سياسه معروفه بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ، اي حد بيغلط في النادي ما بيردش عليه، بيبقى فيه طبعا طرق قانونيه جينات وراثه على فكره، ده شيء طبيعي وده سيستم النادي الاهلي بيمشي من خلاله، وده شيء معروف عن النادي الاهلي على مدار التاريخ. اسمح لي اخد بق شاي لحسن الناس تقول. اتفضل وانا هقرا دلوقتي التفاعل بتاع الجمهور. طبعا سؤال حلقتنا النهارده كان خاص بتوقعك لمحمد صلاح، هل ممكن يتالق زي الموسم اللي فات بالتحديد بعد احرازه هدفين في فريق طبعا ريد ستار بالامس في دوري ابطال اوروبا؟ نروح نشوف ردود افعال جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه. نبتدي بفيسبوك، محمد عادل الديب قال ان شاء الله يتحسن وهيرجع لمستواه اللي كان بيلعب بيه في الموسم الماضي ان شاء الله. ايه الاهلاويه قالت طبعا صلاح قادر ان شاء الله وربنا يكرمه ويرجع لمستواه، وان شاء الله صلاح قادر على تحقيق انجاز الموسم الماضي. ابراهيم عيد قال اكيد علشان صلاح لاعب كبير. عمر اشرف قال بكل التاكيد. احمد حماده قال اكيد ان شاء الله مفيش بعيد. علي تايجر قال ان شاء الله محمد صلاح يقدم موسم افضل. عمرو الشرقاوي قال طبعا صلاح عنده من القوه العظيمه اللي تخليه يعمل كده تاني، لكن لكل مجتهد نصيب، وصلاح دايما بيبص لقدام وعنده لسه حلم كبير وانه يكون احسن لاعب في العالم، وهو بيشتغل على ده وبيحاول يحققه. ربنا معاك يا ابو صلاح. ماهره كامل قالت ان شاء الله يقدر يحقق الارقام بتاعه الموسم الماضي. حسن عبد الكريم قال صلاح فخر مصر وليفربول. مهند البنداري قال مساء الخير عليك، مساء النور عليك يا مهند، تحياتي ليك. ان شاء الله صلاح يقدر يحطم رقمه مع ليفربول، بس ما يشتغلش او ما يشغلش نفسه بكده ويلعب لعبه زي ما حصل اخر ماتشين، وهيستمر في التهديف باذن الله يا رب ان شاء الله. على تويتر بقى قال احمد ان شاء الله هيكون احسن لاعب او هيكون احسن في الموسم من الموسم الماضي. محمد سيد قال ان شاء الله يقدر، واعتقد ان ثنائيه
الامس ستكون دافع قوي لاستكمال المرحله القادمه في جميع البطولات بنفس مستوى الموسم الماضي. محمد خالد قال ان شاء الله صلاح قادر على الرجوع للمستوى اللي كان عليه في الموسم الماضي بس بشرط ما يفكرش غير في الكوره. حمدي الدسوقي قال باذن الله تعالى محمد صلاح قادر على نجاح هذا الموسم. محمد عباسط قال عقليه صلاح وشخصيته تسمح له بتكرار انجازه اكثر. ابن زياده قال ان شاء الله صلاح سيقدم موسم استثنائي. محمد احمد نوح احلى مسا عليه، احلى مسا عليك يا ابو حميد. طبعا صلاح يقدر بجد واجتهاد ودعواتنا اكيد ليه. سعيد شعبان قال طبعا صلاح قادر ان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع مستواه، صلاح هيعدي اساطير كتير. محمود انس قال اظن لا للاسف ويا رب يخيب ظني، ان شاء الله يخيب ظنك يا محمود. اسماء حسن قالت اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح. تعقيب من حضرتك على محمد صلاح وتألقه امبارح، وهل حضرتك متوقع ان هو يحقق الارقام اللي حققها الموسم الماضي؟ انا لسه كنت هسأله واقول لك اشمعنى بتسأله الجمهور والضيف لا. لا طبعا لازم نسأل. بص صلاح هنسيبنا من اللي احنا قلناه عليه السنين اللي فاتت دي انه ايقونه وكذا 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 وكذا. صلاح ادم واي بني ادم بيتاثر باي مشاكل تحصل حواليه، لكن في انجلترا او في اوروبا عامه سريعا بس استاذنك سريعا بس عشان بنختم احنا خلاص قربنا نخلص دلوقتي بيجري معاك بسرعه. في انجلترا طبعا الاحتراف بيطبق بمعناه زي طبعًا. الكتاب ما بيقول معاه مدرب محترف، معاه اداره محترفه، معاه طقم نفسي بيقدر يتعامل معاه. امبارح ماتش امبارح الجونين اللي جابهم صلاح دي بدايه ان شاء الله ان شاء الله بدايه انطلاقه خلاص وبدايه استعاده الثقه بنفسه. امبارح صلاح اول مره نشوفه بيلتحم التحامين ثلاثه جامدين كده، فطمنا عليه بدنيا وطمنا عليه نفسيا وطمنا عليه تهديفيا، وان شاء الله ان شاء الله على اخر الموسم ياخد احسن لعيب في انجلترا. استاذ ضياء دندش بشكرك شكرا جزيلا، طبعا نورتنا وشرفتنا النهارده. ده انا اللي كنت سعيد معاك بجد والوقت الحلو بيجري بسرعه كده. ربنا يخليك نورتنا ان شاء الله تتكرر مره ثانيه باذن الله. كان معانا الاستاذ ضياء دندش مدير تحرير الجمهوريه، اتكلمنا في العديد من الامور اللي بتهم النادي الاهلي. ان شاء الله بكره البرنامج اجازه، يوم السبت هيكون مع زميلتي العزيزه شيماء صابر. استنونا وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.